السلام عليكم متابعينا الأعزاء. كثير من الأشخاص الذين يخضعون لمعالجة تقويمية فعليا لديهم جهاز تقويمي متحرك كما يظهر في الصورة. كيف يجب أن نعتني بهذا الجهاز حتى نحصل على النتيجة الصحيحة والسليمة للمعالجة، وخاصة أن المعالجة التقويمية تأخذ وقت طويل ولا تتحمل الفشل أو الإعادة. من أهم النقاط التي يجب على المريض مراعاتها، أولا أن ينظف الجهاز بشكل مستمر بالماء والصابون أو بالماء وفرشاة الأسنان، وينظف كل أماكن الجهاز. ثانيا أن لا يلبس الجهاز إلا بعد أن يقوم بتفريش الأسنان بشكل سليم بعد كل وجبة طعام. ثالثا أن لا يضعه في مكان قد يتعرض إلى الانكسار أو الضياع أو تحت الشمس في الجو الحار. والنقطة الأخرى المهمة أيضا هو المواظبة على لبس الجهاز بالوقت الكافي. بالنسبة للأجهزة المتحركة يجب أن لا يقل لبس الجهاز عما مجموعه 16 إلى 18 ساعة باليوم، يعني عندنا فترات الطعام ممكن استراحة وفترة المدرسة أيضا استراحة، ولكن تعوض بأيام العطل بلبس الجهاز 24 ساعة حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة للمعالجة. وشكرا جزيلا.